19 سنة طبعا تحققت أحلام كثيرين وفي عنا قصص مؤثرة عشناها. وقبل يومين من معرفة صاحب المليون دولار رح نذكركم بأهم المحطات اللي تقاسمناها مع الفائزين بالحلم مع راضية صلاح. كل شيء بدأ 15 سنة ونحن عم نحقق أحلام ناس وناس وناس. مليون دولار، مليون دولار، مبروك لنا عليك، ربحت المليون دولار. نعم، 15 سنة والأحلام تتحقق من المحيط إلى الخليج بكل اللهجات وحتى اللغات. صنعت الفرحة بل الأفراح. أنا عمر محمد حسن أبو سيف، الرابح الأول في الحلم. كنت الفائزة الثانية بجائزة الحلم. ربنا أكرمني 2019. سنة تلتها أخرى وإعلان تلاه آخر. من نقطة الصفر انطلقوا إلى عالم تحولت فيه الأحلام إلى واقع. إن شاء الله نخلص البيت ونجتمع أنا وعيالك في بيت واحد. مبروك عليك مليون دولار. أكيد يعني كان في دموع. مهما كانت الطلبات والأمنيات، الحلم مع الام بي سي قصة بدأت واستمرت وتطورت بأفكار جديدة والهدف إسعاد الجميع. فطيلة 365 يوما كان كل منا يمر عبر امتحان إرادة وإصرار، لكن اليوم برهننا كبشر أننا أقوياء وصبورين. قد تكون خسائرنا كبيرة، لكن ما يدفعنا دائما نحو الأمام هو الحلم. 2021، ثمانية أحلام تحققت قبل سحب المليون. 2021، أنت الفائز الأول ب 125 ألف دولار. عليك الحمد لله رب العالمين. وزاد الرقم ربع مليون دولار. نعم، 250 ألف دولار. وهلأ رح نعطي نص مليون دولار. يا محمد طارق عبد الوهاب، أنا مش مصدق. صدق، نص مليون دولار. في ناس شككت، في ناس صدقت، الأهم أنه في ناس تغيرت حياتها، وهذا هو أهم شيء. متواصل لمرحلة مفصلية أنه ما عندي، يعني ما عندي خيار. هاي رزقة من عند رب العالمين. اليوم عنا ربع مليون دولار وسحوبات جديدة. لمن رح نعطي 125 ألف دولار جائزة الحلم الحالية، وكمان رح نعرف مين رح يربح 100 ألف دولار اللي اشتركوا معنا بالمواسم السابقة. وهي فرصة بس يعني لليوم نحبكم. ألف مبروك، ربحتي 100 ألف دولار. برافو عليك. أيوة. يا حلاوتك يا جمالك. 125 ألف دولار. أيوة. أنا اخترعت. حبك بالقلوب قعد. مبروك عليك 250 ألف دولار. أحضرنا اليونان بجمالها وبحرها وأجوائها في الاستوديو لتكون أجمل هدية لفاطمة عايش التي عاشت أحلى فرحة ببيت الأحلام. مبروك عليك بيت الأحلام من اليونان. الأحلام تستمر والأرقام لازالت تنادي الجميع إلى فرصة المليون دولار، فكونوا في الموعد. على مودك أنت وبس. راضية صلاح، صدى الأحلام.